للمرة الثالثة خلال العام الجاري الاحتلال التركي يستهدف المدنيين بالمسيرات. لنتابع. اعتداءات الاحتلال التركي بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الفصائل الإرهابية التابعة له في مناطق عدة من سوريا لم تتوقف، لتتسبب في كل مرة بفقدان مدنيين لحياتهم، كل ذلك دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا. وفي أحدث انتهاكات الاحتلال التركي في سوريا استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال صباح الخميس سيارة مدنية كانت تقل ركابا على الطريق الواصل بين مدينتي قامشلي وعامودة شمال شرق سوريا. هذا الاستهداف أدى لإصابة 4 مدنيين من الركاب بينهم 3 نساء نقلوا بعدها إلى مشافي مدينة قامشلي لتلقي العلاج. انتهاك الاحتلال التركي هذا بحق مدنيين من سكان المنطقة عبر الطيران المسير هو الثاني خلال الشهر الجاري، حيث استهدفت مسيرة للاحتلال في 9 من شباط سيارة مدنية في قرية بوهيرة بريف مدينة عامودة الغربي، مما أسفر عن فقدان طفل لحياته وإصابة 3 مدنيين آخرين. وفيما لسان حال سكان مناطق شمال وشرق سوريا يسألوا عن دور الضامن الروسي وإلى متى سيبقى صامتا رغم أن هذه الانتهاكات تحصل أمام عينيه وأحيانا بالقرب من نقاطه العسكرية المتواجدة هناك. يتساءل مراقبون للشأن السوري حول انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الوضع في سوريا وإمكانية استغلال الاحتلال التركي انشغال روسيا بحربها على أوكرانيا، أم أن موسكو ستغير من قواعد اللعبة السورية مع أنقرة بعد تنديد الأخيرة بالهجوم الروسي على أوكرانيا. ومن واشنطن أرحب بالأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. أهلا بك أستاذ توم في برنامج حديث اليوم. سأبدأ مع الحدث وهو يعني الاحتلال التركي يستهدف المدنيين بمسيرة وهي المرة الثالثة لهذا العام الجاري. إذا ما سألنا عن دلالات التوقيت وما الذي يستفيد منه اليوم في هذا التوقيت أيضا عندما يقوم الاحتلال التركي باستهداف المدنيين من خلال المسيرات؟ أولا مرحبا لك والمشاهدين الكرام. بدون شك الأتراك سيستغلون المشكلة اليوم في أوكرانيا لأخذ ما باستطاعتهم ضمن سوريا، ولكن بدون شك الروس يأخذون بعين الاعتبار ذلك، وعندهم الممثلين الروس في سوريا لوضع حد لانتهاكات تركيا، ولكن بأنه بشكل عام الوضع العالمي اليوم إن كان بالولايات المتحدة عند الدول الغربية كلهم يعني مشغولين بقضية أوكرانيا، فأنا أتصور بأن الأتراك سيحاولون استفزاز المناطق التي تكلمت عنها وربما سيستغلون أكثر وأكثر، ولكن عقابهم سيكون أكبر إذا تخطوا خطوط حمر كانوا الروس رسموها للأتراك لما أن يتخطوها. وأنا أتصور بأن الروس ليس بحاجة إلى الأتراك، ولكن الأتراك سيلعبون دورا مهما بموضوع أوكرانيا. طلب منهم بأن يقطعوا المضيق وطبعا لم يتجاوبوا مع الأوكرانيين بقطع المضيق، وهذا ارتياح للروس. ولكن بمجال أكثر سمعنا بأن ربما الأتراك هم يحاولون استنقاذ القيادة الأوكرانية ورئيس أوكرانيا ربما سيأتي إلى تركيا وسيكون هنالك نوع من توتر بين العلاقات التركية والروسية، ولكن هذا مبكر، هذه معلومات أولوية، ولكن لم نعرف في نهاية المطاف ماذا سيحصل في أوكرانيا. ولكن الغرب لا يستطيع أن يفعل شيئا بالوقت الحاضر بأوكرانيا إلا عقوبات، حتى اليوم العقوبات لا قيمة لها حسب ما صدر من البيت الأبيض نهار أمس. هل سيكون أكثر شيئا عقوبات ضد روسيا؟ طبعا سينعكس كل هذا على الوضع في سوريا وفي شمال سوريا، وبدون شك
هؤلاء المجموعات إن كانوا الإيرانيين أما كانوا الأتراك أما المجموعات الإرهابية سيستغلون انشغال العالم بأوكرانيا اليوم ليقوموا بعمليات تدميرية إن كان في شمال سوريا أما غير مناطق بسوريا. طيب لنتشعب أكثر بالعلاقة الروسية التركية أو التفاهمات الروسية التركية، إلى أي درجة سوف تتأثر وهل من الممكن يعني ما بعد أزمة أوكرانيا أن تختلف التفاهمات؟ طبعا لأنه سيكون الروسي المنتصر في نهاية المطاف بأوكرانيا وسيقوم بحزم بمحادثاته مع الدول الغربية بعدة مناطق في إن كان في أوروبا الشرقية التي كنا نعرفها أوروبا الشرقية أما حتى في الشرق الأوسط من سوريا إلى شمال إفريقيا. أنا أتصور الروس سيكون هم المتكلمين الرسميين عن هذه المناطق والغرب سيستجيب لهم في نهاية المطاف. فأين مصلحة الشعب السوري اليوم؟ روسية قوية أم روسية ضعيفة؟ نحن ذاهبين إلى روسية ستكون حازمة وأقوى. ما تأثير دور الروسي على تركيا في نهاية المطاف؟ طبعا حسب أردوغان، إذا أردوغان سيقف بوجه الروس سيكون طبعا الحديث معه صارم من قبل الروس، ولكن أنا أتصور سيلعب على حبلين، يعني أردوغان سيلعب مع الدول الغربية لأنه شريك بالحلف الأطلسي، ومن ناحية ثانية سيحاول أن يتفهم موقف روسيا ليلعب دورا أكثر في سوريا. قبل الذهاب للعلاقة أيضا الأمريكية الروسية، هل تستطيع تركيا أن تستفيد من هذا الوقت الذي ينشغل به العالم في أزمة أوكرانيا؟ هل تستطيع تحقيق أي شيء من نواياها؟ طبعا ستحاول أنا أتصور أن تتدخل أكثر في شمال سوريا، ولكن سيكلفها غاليا في الفترة ما بعد هذه الأزمة، لأنه بيكون إذا استغلوا الظرف اليوم تيدخلوا بريا، أنا بتصور عندئذ سيدفعون ثمنا غاليا من قبل الروس وليس من قبل الدول الغربية. طيب إلى اليوم لواشنطن، هناك رأي يقول بأن واشنطن ستحاول تضييق، طبعا الملف الأوكراني لا يتوازن أو يقارن بالملف السوري بالنسبة لواشنطن، ولكن اليوم يقال بعض الآراء تقول بأن واشنطن تحاول أن تضيق على النفوذ الروسي بأنه تدعم المنطقة الإدارة الذاتية وقسد، ولكن هذا قد يثير حفيظة الاحتلال التركي وقد يثير جنونهم. هل من الممكن أن يحصل هذا يعني هذا الاحتمال، وكيف سيكون رد فعل أنقرة إذا ما حصل؟ لسوء الحظ الإدارة الأمريكية في ضياع، وابتدأت منذ عهد الرئيس بايدن، ونرى ماذا حصل بأفغانستان واليوم بأوكرانيا، وربما الجمعة القادمة في تايوان. يعني هنالك مخضات عديدة، ومن ناحية ثانية نرى الإدارة الأمريكية مستعجلة لاتفاق مع نظام الملالي في إيران الذي سينعكس سلبا على الشرق الأوسط. يعني ما مصلحة المنطقة في الشرق الأوسط وشعوب المنطقة؟ أنا أتصور يعني الاتفاق الإبراهيمي الذي وجد في عهد الرئيس ترامب أن يستثمر أكثر من أي مجموعة في سوريا داخل سوريا وخارج سوريا ودول الجوار ضمن الاتفاق الإبراهيمي، لأنه اليوم في استراتيجية جديدة تخلق في الشرق الأوسط بين الدول ضمن الاتفاق الإبراهيمي وإسرائيل، وهي ستكون الأكثر ثابتة لمصلحة الشعوب في الشرق الأوسط. طيب يعني روسيا كان لها موقف حازم مع أزمة أوكرانيا، هل من الممكن أن نشاهد نفس الموقف في سوريا وأن يعني تواجه بحزم القوات الأمريكية أو الوجود الأمريكي في سوريا؟ هل من الممكن أن يكون نفس السيناريو أن يحدث في سوريا؟ طبعا تتعمل إنزالات أكثر روسية مثل ما نعمل بأوكرانيا أنا لا أتصور، بس عند الدور لأبطل بشار الأسد في السلطة، وبشار الأسد قتل أكثر من 700,000 شخص في سوريا، هجر أكثر من 5,000,000 شخص، كثير منهم بعض اللاجئين في دول الجوار لبنان تركيا الأردن، ويجب معالجة هذا الموضوع. بس هل يجب التعامل مع روسيا؟
شعوب المنطقة وممثلين شعوب المنطقة طبعا، لأنه الدور الروسي دور فعال، ويجب أن يتعامل الممثلين عن هالمجتمعات أن يتعاملوا مع الروس، لأنه أثبتوا في نهاية المطاف جدية بالتعامل مع الشعوب أكثر من الولايات المتحدة ودول الغرب بما يختص بسوريا. حقيقة الولايات المتحدة يعني الأكثر لديه رأي بأنه تحاول أن تنسحب من المنطقة، من يعني المناطق التي تتواجد فيها سواء كان بسوريا أو بغير سوريا، ولكن هناك بعض الأمور التي لا يمكنها، خصوصا بعد أفغانستان لا يمكنها الخروج من سوريا. اليوم أيضا هناك احتمال بأنه تحاول روسيا تقريب الإدارة الذاتية من دمشق وتجعل دمشق تقبل بصيغة الإدارة الذاتية، بالتالي تضيق أو تخرج أمريكا من تواجدها في شمال شرق سوريا. هل هذا ممكن أولا، وثانيا هل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بذلك؟ أنا يعني بالنسبة للشعوب في سوريا والمناطق الذاتية نحن ندعمها، لأنه الشعب يقرر مصيره، وهذا بند من الأمم المتحدة لتقرير المصير. هلا إقامة مناطق زيتية وحماية دولية وتكون روسية اللاعب الأساسي هذا جيد، أما التعامل مع شخصية مثل بشار الأسد هذا سيء. ولكن هل ممكن للمناطق الزيتية أن يتكلموا مع الروس لإبدال بشار الأسد بمجلس عسكري وطني مختلط مدني مختلط؟ ربما. أنا أنه لا أتصور بأن الروس كتير متكبشين ببشار الأسد أكثر ما بدهم لجنة أما مجلس وطني يقبل من الجهتين، من جهة العسكر ومن المجتمع المدني، ويجب أشتغل عليه. ولا ننسى بنفس الوقت العلاقة مع الدول العربية اللي هي ستلعب دور أهم بسوريا بعد الحوادث المتتالية وضعف الإدارة الأمريكية اليوم، وخاصة بعد 3 سنوات. السؤال الأخير أستاذ توم، يعني ما قبل أوكرانيا ليس كما بعد أوكرانيا، هل نتوقع أن يكون هناك أي تغير في التعاطي مع الملف السوري بشكل كامل، أو سيكون الحل مستعصي؟ يعني لا، كمان أعود وأقول بأن روسيا ستكون الدافع الأول بالداخل السوري، لأنه هني لهم زمان، لهم علاقة 50-60-70 سنة. هلأ السؤال كيف باستطاعة السوريين إبعاد بشار الأسد عن روسيا، وهذا يعود إلى ممثلين المجتمع المدني والحكم الذاتي مثلا مثل شمال شرق سوريا، أما غيرها ربما، أما نوع من نظام فيدرالي قائم بحد ذاته بسوريا. وأنا بتصور يعني صحيح أنه أعيش في أمريكا منذ فترة طويلة ونتعاطى مع السياسيين في أمريكا، ولكن برهنت هذه الإدارة بالذات، إدارة الرئيس بايدن، بفشلها. وهذه أول سنة، يعني بعد عندنا 3 سنين رايحين مع هذه الإدارة ليس لها أي سياسة استراتيجية واضحة لهذه المناطق، أكثر ما أنه تروح تدعم نظام الملالي في إيران الذي لا يبشر بالخير للشرق الأوسط. والشرق الأوسط لسوء الحظ رايح على توترات تصاعدية، ويجب أن نحمي هذه الشعوب ونحتوي هذه التطورات مع الدول التي قامت بالاتفاق الإبراهيمي لتتعامل مع بعضها ومع الروس. وطبعا الأمريكان ما رح يعارضوا أي تفاهم مع الحكم الذاتي، مع الدول اللي عملوا الاتفاق الإبراهيمي مع الروس، ولم يستطيعوا أن يقفوا بوجه هذه التغييرات الآتية، لأنه البدل العكس من ذلك سيكون صعب على هذه المناطق. ونتمنى أن لا يحصل الاتفاق النووي، ولكن حسب ما نسمع من هذه الإدارة بالذات أنه ذاهبين عليه. هلأ التغييرات بأوكرانيا ستفرض واقع جديد بالنسبة للاتفاق النووي، لم نعرف بعد، لأنه بعده هذا حصل من 24 ساعة للآن. ولكن حسب ما نعرف هذه الإدارة مهما حصل بال2014
والروس أخذوا منطقة الكرم وحطوا شوية عقوبات ورجعت الحالة إلى طبيعتها، نتصور بعد ما الروس سيطروا على أوكرانيا رح ترجع الحالة إلى طبيعتها بعد شهر شهرين، إلا إذا توترت الأوضاع بتايوان أما بعدة بلدان، وتركيا استفزت أمر بسوريا أما إيران استفزت الأرض الوضع باليمن بلبنان وبالعراق. يعني كل ما بنعرفه هذه الإدارة إدارة بايدن غير متمسكة بالأمور جيدا، والشعوب ستدفع ثمن عدم هالتمسك من قبل الإدارة الأمريكية. إلا هذه الشعوب تسارعت الأحداث وقامت بما هو لمصلحتها. نعم وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من واشنطن، مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي للديمقراطية سيد توم حرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فصل قصير ونعود لمتابعة حديث اليوم.